السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ماذا قالت هذه الجزائرية بخصوص القضية الفلسطينية، تابعوا معنا هذا الفيديو. دول اليوم راني دايرت لكم فيديو في جبالنا المستقلين اليوم الحمد لله، وأرضنا المتحررة الحمد لله، وبلادنا اللي راهي بأمان وسلام الحمد لله، وفخورة بكوني جزائرية وقبيلية. ونروح نرجع لكم للسوريا، شتو هذو الجبال كامل اللي كاينين اللي راهم تشوفوهم هنا، هذو الجبال اليوم راهم متحررين بسبب موت 1.5 مليون شهيد ربي يرحمهم. لو كان افون ما كناش نحسوا بها خاطر ما شفناش اجواء الحرب، بصح اليوم كي رانا نشوفوا واش راه صاري مع خوتنا فلسطين، انا كل يوم متحطمين ونحشموا نقولوا بلي حنا مراه ولا حنا رجال، خاطرش ما قادرين نديروا والو، انا معجزين عاني اللسان ومكتفين اليدين، فهمتوا؟ في دم كل جزائري يمشي العرق الفلسطيني. حنا ملي تولدنا الصغار قبائل عرب مزابيين، كل الجزائريين من شمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب كلهم معترفين بفلسطين، وما عندنا والو مع اسرائيل ولا غير القضيه الفلسطينيه. بصح راني حابه نهضر على عره الرجال اللي راهم يهضروا باسم الجزائر، ما تزيدوش تهضروا باسم الجزائر باسكو نتوما ماشي جزائريين، اللي راهم يقولوا انا ما حنكونش مع فلسطين خاطر هما راهم غزه راهي تخلص، واش دايره يا اللي ما نعرفش كيفاش نسميك باسكو نحشم جبت اسمك كما يقولوا، يا اللي ما تحشمش يا اللي ما على بالوش بلي الجزائريين في دمهم في جناياتهم مع اي شخص راه في حرب، مع اي شخص راه يعاني، باسكو اوتون كو ديزارجيان اون ا فيكو لا كولونيزاسيون، اون از ان باي كي ا كونيو لا غير، نعرفوا واش معناتها المعاناه، نعرفوا واش معناتها لا سوفرانس دو بيردغ نو زانفون. انا الحاجه ملي ما فهمتهاش، ما انت في وقت الثوره يا اللي ما راكش فاهم الدنيا، شت هذو الجبال اللي راك تعيش فيهم اليوم راهم مستقلين، هذو الجبال كامل جدادنا كي كانوا الفوق في الجبال فرنسا كانت تعيط لهم، بلادنا جدادنا اللي راهم 200.5 مليون شهيد كي كانوا يقاموا في الجبال وكي كانوا يديروا الحرب باش يحررونا حنا، باش ما نعرفوش واش نهضروا، باش ما نعرفوش واش نوقفوا ونحشموا، نعترف بيك ونقول لك انت جزائري.